في إطار اهتمام مصر بملف تغير المناخ اتخذت الدولة خطوات سريعة وجدة لتحديد مساهمتها في هذا الملف الهام الذي يهم العالم أجمع كما تلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الإقليمي حيث كان لرئاستها مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة دور هام في توحيد صوت القارة الإفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ اتخذت مصر منذ عام 2015 خطوات سريعه لتحديد مساهمتها في تغير المناخ، وتابعت خطواتها بدمج بعد تغير المناخ في عدد اكبر من الوزارات ليصبح احدى ركائز التخطيط الاستراتيجي بها، الى جانب العمل مع شركاء التنميه لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات ومنها مواجهه نقص الطاقه بتنفيذ مشروعات للطاقه المتجدده واصدار التعريفه الخاصه بها تحت مظله مشروعات التخطيط من آثار تغير المناخ، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة. ومع اتفاق باريس لمناخ وأهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ، تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون الوثيق بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تعمل الحكومة على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أكبر قل وتلعب مصر دورا هاما في ملف المناخ على المستوى الاقليمي، فكان لرئاسه مصر مؤتمر وزراء البيئه الافارقه ومجموعه المفاوضين الافارقه دور هام في توحيد صوت القاره الافريقيه في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادره الافريقيه للتكيف والمبادره الافريقيه للطاقه المتجدده واستمرار العمل على تنفيذها، واستضافت مصر مؤخرا مجموعه المفاوضين الافارقه واستمع الوزراء الى مداخلاتهم وأطروحاتهم وبدعم من الأشقاء الأفارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 خلال العام الجاري وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام وترى مصر أنه في ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف لتشهد تنفيذا حقيقيا لاتفاق باريس والخروج بجدول عام el en...